ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ مراجعه A7 2018. ناس شافت ان سامسونج حطت 3 كاميرات وفعلا انتجت جهاز تحفه. طيب وناس ثانيه شايفه ان الثلاث كاميرات طلعوا فنكوش والجهاز ما يستاهلش. في المراجعه دي هنعرف كل حاجه عن الجهاز ده بالظبط، بس بالمميزات والعيوب. بس قبل ما نبتدي، معانا هنا جيف اوي عن المي باند 3. المي باند 3 اللي هياخدها هنا واحد فقط، لان هي قطعه بس المتوفره معانا هنا في ريفيو ستور. طيب عشان تقدر تكسب المي باند 3 دي، قدامك شرطين تنفذهم. اول شرط ان انت تدخل على اللينك اللي تحت اللي هتلاقيه مكتوب عليه لينك المسابقه، تقدر تدخل منه تشترك في الانستجرام والفيسبوك وتفعل طبعا الجرس وتعمل اشتراك للقناه هنا. من خلال الثلاث اشتراكات دول هيكون انت نفذت اول شرط. اما تاني شرط معانا هو ان انت هتعمل سكرين شوت من الفيديو ده اول ما يظهر لك كود. خلال وانا بتكلم في كود هيظهر، لازم تكون متابع الفيديو كويس جدا عشان تقدر تعرف الكود فين وتقدر تعمله سكرين شوت وتحطه تحت في الكومنت. وبكده تكون نفذت الشرطين بتوع المسابقه وتدخل معانا السحب على المي باند 3. وطبعا هنعلن عن المسابقه دي بعديه الفيديو ده باسبوعين على انستجرام. ومن غير رغي كتير، انا محمد طايل وانتم في ريفيو ستور، ويلا بينا نبتدي. اما بقى بالنسبه عن التصميم، التصميم اول ما تبص للجهاز كده من بعيد هتقول يا سلام، واو التصميم ده مفيش احلى منه. لكن اول ما تمسك الجهاز كده في ايدك وتبدا تبص له، لا هتكتشف ان الجهاز عباره عن بلاستيك في بلاستيك. يا جماعه النقطه اللي هي عملت جدل كبير جدا، الجهاز ده زجاج وازاي خفيف؟ لا، الفريم او الظهر الاثنين بلاستيك ومحطوط عليه ماده بس لميعه عشان تديله احساس الازاز، لكن هو مش ازاز خالص، هو بلاستيك 100%. التصميم من ورا مع الثلاث كاميرات مع وضعيه الفلاش مع براند سامسونج، التصميم حلو. يعني اول ما تبص عليه كده من ورا التصميم فعلا حلو وحلو جدا كمان. لكن اول ما تيجي تبص بقى على الشاشه بتاعته من قدام، هتحس ان انت دخلت مدينه الحواف حرفيا. مدينة الحواف اللي انت دخلتها حواف من فوق ومن تحت وعلى اليمين وعلى الشمال بشكل غير عادي، فما كنتش اتمنى ان سامسونج تعمل كده. طيب السؤال هنا، الشاشه فعلا تحس ان حجمها صغير؟ اه الشاشه اول ما تبص لها تحس ان حجمها صغير، لكن هي 6 انش. ولكن السبب ان هنا مدينه الحواف اللي عاملها لنا سامسونج في التصميم ده كان شكلها بشع جدا. والحل الوحيد زي ما انا هنا عامل ان انت تحط لها خلفيه سوداء عشان ما تبانش الحواف بتاعتها. بما اننا اتكلمنا عن الشاشه بقى، فالشاشه هنا بتيجي بحجم 6 انش دقه فول اتش دي بلس من نوع سوبر امولود. الشاشه هنا فعلا الوانها كويسه وزوايا الرؤيه فيها حلوه ونسبه سطوحها تحت اشعه الشمس كويسه جدا ومش هتعاني فيها اي مشاكل اطلاقا. امال ايه هي بقى الشاشه دي؟ الشاشه دي حلوه ولا مش حلوه؟ الشاشه حلوه كالوان، هتلاقي اللون الاسود والاسود فعلا عشان شاشه بحكم ان هي سوبر امولود، والشاشه حلوه. لكن المشكله في الحواف اللي موجوده فوق وتحت دي. الحواف دي يا جماعه فعلا مبوظه التجربه. يعني وانا قاعد بتفرج على فيديوهات بتبقى الفيديوهات حلوه جدا كالوان وكنسبه كونتراست والوان فعلا تحفه عشان حكم الشاشه سوبر امولود، لكن الحواف مبوظه عليها التجربه. اما بالنسبه للصوت الخارجي بتاع الجهاز، السماعه الخارجيه بتاعت الجهاز كان صوتها متوسط، يعني ولا هي العاليه قوي ولا اللي هي واطيه قوي. اما بقى بالنسبه للاداء اللي اتعمل عليه جدل، المعالج هنا يا جماعه هو اكزينوس 7885 مع رامات 4 جيجا وذاكره 128 جيجا. وبالمناسبه تقدر تركب شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت مع بعض من غير ما تستغنى عن شريحه او كارت ميموري. الاداء بقى كان تفاصيله عامله ازاي؟ الاداء في التطبيقات كان سريع جدا يا جماعه. نفس المعالج اللي مستخدم هنا مع الرامات موجود في الاي 8 بلس اللي يعتبر اغلى من الجهاز ده بحوالي 1000 جنيه او 1500 جنيه كمان، فيعتبر الاداء هنا بجد حرفيا طياره. انا بستخدم الجهاز ده لمده اسبوع وما عانيتش معاه في اي مشاكل اطلاقا. الجهاز كان معايا بيفتح التطبيقات بشكل سريع جدا، كان بيقفلها، كنت بتنقل ما بين التطبيقات بشكل مرتاح قوي. ولكن هنا في مشكله بسيطه جدا في حته التطبيقات. وانت بتتنقل ما بين تطبيقات والتانية، الرام مانجمنت هنا تعتبر هي الأسوأ على الإطلاق. أي تطبيق انت بتكون مستخدمه وتسيبه وترجع ترجع له تاني بتلاقيه بيعيد بيريلود تاني من الأمام. أما بالنسبة بقى عن الأداء في الألعاب، فالأداء في الألعاب كان كويس جدا مع الألعاب المتوسطة. أما الألعاب التقيلة زي فورتنيت وبابجي طبعا الأداء كان
وحش لو انت مشغل على الهاي سيتنج اصلا هتلاقي فريمات كتير، لكن لو انت مشغل على الميديم فهتلاقي اللعبه شغاله معاك ومظبوطه وما فيهاش اي مشاكل. اما بالنسبه بقى عن البطاريه، البطاريه هنا بتيجي بسعه 3300 ملي امبير، وخدوا بالكم الشاحن اللي موجود في العلبه ده شاحن بطيء 1.5 امبير، 5 فولت 1.5 امبير، فطبيعي الشاحن ده بطيء جدا، وميكرو يو اس بي مفيش تايب سي، فدي طبعا حته تتاخد على الجهاز ده، لان كل المقارنين معاه في نفس الفئه بتاعته اذا كان المي اي 2 او الاوبو الاف 9 نازلين طبعا ب يو اس بي تايب سي للمي اي 2 وماكرو يو اس بي للاف 9، ولكن الاثنين بيدعموا شاحن سريع، فطبيعي الحته دي تتاخد عليه. اما البطاريه كانت بتقعد معايا اليوم كامل، ولكن لما كنت بتقل شويه عليها زي ان انا اكون مثلا مركب عليها المي باند، فاتح البلوتوث، فاتح جي بي اس، فاتح كمان الاضاءه بتاعتها على الاخر، كنت بحتاج ان انا اشحنها في اخر اليوم. فلو انت استخدامك متوسط فهي هتكمل معاك اليوم كويس جدا، لكن لو انت استخدامك تقيل هتحتاج تشحنها مره على الاقل في اخر اليوم. التليفون كله بيشحن من 0% في حوالي 2.5 ساعة، وده رقم كبير جدا على الفئه السعريه اللي موجود فيها الجهاز، خاصه ان هو لو اتحط في مقارنه مع المنافسين هيتظلم. اما بالنسبه بقى عن الكاميرات، الكاميرات هنا كانت نقطه جدال كبيره جدا، ولكن يلا بينا نفصصها مع بعض كده كانها بنفصص سمكه بالظبط. الكاميرا الاولى هي عدسه عاديه بتيجي ب 24 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.7، والعدسه الثانيه هي الالترا وايد ودي اللي عليها نقطه جدال شويه، بتيجي ب 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4. اما العدسه الاخيره هي مخصصه للعزل بس، ودي 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2. والثلاث كاميرات دول ملحقين بفلاش احادي كعادة سامسونج، ولكن بصراحة بيكون فلاش دايما قوي ومعادلة اللون بتاعته بتكون مظبوطة. أما الكاميرا الأمامية هي 24 ميجا بكسل بتيجي بفتحة عدسة f2.0 وبنلحقها بفلاش حقيقي، يعني هارد وير مش سوفت وير، ودي حاجة كويسة طبعا. طيب بالنسبة بقى لنقطة كده نوضحها قبل ما ندخل على تقييم الكاميرا بتاعة الـ A7 2018. التلات كاميرات يا جماعة في ناس عندهم لبس إن التلات كاميرات بيشتغلوا مع بعض، مبدئيا التلات كاميرات ما بيشتغلوش مع بعض. طب في ناس تانية بتقول لك التلات كاميرات حسنت الصورة، وان انا بقى لما اشتري تليفون بتلات كاميرات اكيد الصورة هتطلع واو، برضو المعلومة دي يا جماعة غلط. امال ايه وظيفتهم؟ مبدئيا العدسة ال 5 ميجا بكسل دي مخصصة للعزل فقط، ما بتشتغلش لما بتفعل البورتري مود اللي هو هنا سامسونج مسمياه اللايف فوكس. اما العدسة اللي هي ال 24 ميجا بكسل وال 8 ميجا بكسل كل واحدة فيهم بتشتغل لوحدها. اما بقى بالنسبة عن تقييمي للكاميرات دي، بص يا جماعة طبيعي انا كنت بقول ان الكاميرات اي كاميرا تليفون متوسط بتيجي تقيمها في اضاءه النهار الصور بتطلع تحفه. الموضوع هنا مع الاي 7 يا جماعه اتقلب العكس 180 درجه، الصور سواء بالكاميرا الاماميه او بالكاميرا الخلفيه غير عاديه غير متوقعه، عكست كل توقعاتي. بتيجي تصور الصوره تبص على الصوره مليانه نويز، اول ما تبدا تزوم الصوره بتتملي نويز تاني زياده، فطبيعي حاجه غير عاديه. سواء انت بقى بتصور في اضاءه داخليه، اضاءه خارجيه بتاع ضوء نهار وشمس، او سواء بتصور في اضاءه صناعيه قويه ضعيفه، يا جماعه الصور فيها فعلا مش حلوه. لحد وقت تصوير الفيديو ده ما نزلش اي تحديث من سامسونج يعدل مساله الكاميرات سواء الاماميه او الخلفيه. يعني تعالى قارن الكاميرا الاماميه هنا ال 24 ميجا بكسل باي كاميرا في الفئه بتاعته المتوسطة في نفس السعر بتاعه، لا طبيعي ان هي هتكلبه، فالكاميرات هنا حرفيا ضايعة يا جماعة. هعمل لكم مقارنة ما بين المي اي 2 والاوبو الاف 9 والاي 7 2018، دول تلات اجهزة في نفس الفئة السعرية، بس المقارنة دي مش هتكون مقارنة اداء، لا هتكون مقارنة كاميرات بس. وفعلا انا جربت التلات كاميرات دول في ظروف اضاءة صعبة جدا عشان اقدر احكم عليها. يعني لا يا جماعة اللي عايز فعلا يتفرج على المقارنة دي ان هي هتكون مقارنة ان شاء الله تعجبكم جدا، يفعل الجرس اللي تحت ويبدأ يستنى المقارنة دي هتنزل بعد نزول الفيديو ده بثلاث ايام بالظبط. فان شاء الله تعالى المقارنة دي هتكون فيها تفاصيل اكتر عن الكاميرات، ونقدر نحط الاي 7 عشان الناس دلوقتي اللي هتبدأ بقى تشتم وتبدأ تكتب الكومنتات شتيمة، وازاي دي كاميرات سامسونج، دي حاجة تحفة، دي تلك كاميرات، استحالة تكون دي الصور، انت ما بتعرفش تصور. لا، اقصى حاجه واقصى رد على الناس دي ان انا اعمل لكم المقارنه ما بين الثلاث اجهزه دول علشان نقدر نوضح لكم الفرق فعلا. سامسونج بقى قررت في التليفون ده ان هي تنقل البصمه من الظهر ورا تحطها في الجنب. طب ايه كان اداء البصمه اول ما اتحطت في الجنب؟ الاداء كان حلو جدا، ولكن كعاده سامسونج برضه في انيميشن شويه بيخلي
فتح البصمة بطيء نسبيا، ولكن البصمة هنا كانت أداء كويس وكان يعتمد عليها فعلا. والبصمة هنا على عكس سوني ما جت تنفذ فكرة ان هي البصمة في الجنب، كانت سوني لازم تضغط على الزر الاول عشان تقدر تفتح البصمة، لكن هنا مجرد ما انت بتلمس الجهاز بتقدر ان انت تفتح البصمة بكل طبيعة. سامسونج برضو حطت هنا في البصمة لما اتنقلت للجنب، انا كنت فاكر ان هي مش هتقدر تعمل عليها اي جستر، لكن سامسونج قدرت ان هي تقدر عن طريق السوايب على البصمة تقدر ان انت تسحب بيها النوتيفيكيشن بار سواء من فوق او من تحت، ولكن دي ميزة كويسة جدا ان انت تقدر تسحب النوتيفيكيشن سنتر عن طريق السحب على البصمة. ولكن اول ما باجي استخدم الجهاز وبحط مثلا الجهاز وببدا اكتب كده وابدا خلاص بكتب وبظبط نفسي، تلاقي ايدك غصب عنك لو سحبت على البصمه تلاقي النوتيفيكيشن طالعه ونازله معاك. ميزه هنا في البصمه فعلا بتاعه الوش دي ان هي عجبتني، ان هي بتفتح في الاضاءه المنخفضه، فعلا في الاضاءه المنخفضه بتقدر تفتح وتتعامل بسهوله ويعتمد عليها، ولكن مش الامن، الامن هنا يا جماعه بصمه الايد. اما بالنسبه عن القيمه المضافه في الجهاز ده، الجهاز بيدعم نظارات الواقع الافتراضي، والجهاز فيه او تي جي وكمان فيه راديو اف ام، ولكن الجهاز ما فيهوش ان اف سي ولا فيه لمبه اشعارات، ولكن لمبه الاشعارات محلوله عن طريق الاولوز اون ديسبلاي اللي سامسونج حاطها. زتونه الفيديو ده بصراحه انا كنت مجهز سكريبت وهطلع اقرا منه، ولكن انا مش هقرا منه وهقول رايي في الجهاز ده. بصوا يا جماعه، عشان ده الحكم النهائي ليا فعلا بعد استخدام اسبوع مع الاي 7 2018. الجهاز ممتاز في كل حاجه، كاداء في الفئه المتوسطه دي كويس جدا 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 جدا، ومش هيحسسك ان هو اقل من المنافسين تماما. تنقل ما بين تطبيقات بشكل سريع جدا، تقفل وتفتح التطبيق مفيش اي لجأ مني تماما، دي حاجه للحق مفيش اي لجأ مني خالص. حتى الالعاب الثقيله طبيعي ان انا كنت الاقي فيها سقوط في بعض الفريمات في كل التليفونات المتوسطه اللي نازله بمعالجات متوسطه، فده طبيعي جدا في حال الفئه المتوسطه. ده بالنسبه للالعاب الثقيله، اما الالعاب المتوسطه والخفيفه كانت بتمشي معايا بشكل كويس جدا، فالتليفون حلو جدا 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 كباكج على بعضها، ولكن التليفون ده من الاخر كده انا شايف فيه عيبين اتنين بس. اول حاجه، العيب ده مش مهم بالنسبه لي، ولكن ممكن يكون مهم بالنسبه لك ومهم للناس اللي بيفرق معاها الماتيريال. مواد التصنيع المستخدمه هنا كلها بلاستيك في بلاستيك، وبلاستيك رخيص، يعني مش بولي كربونات مثلا مخدوم شويه متعوب فيه، لا خالص، بلاستيك بكل ما تحوي الكلمه من معنى. ده اول عيب. العيب ده مش مهم بالنسبه لي، يمكن ده انا قلته مع الاف 9 وقلته مع البوكوفون، انا الماتيريال بتاعت الجهاز ما بتفرقش معايا قوي، ان كله كده في الاول وفي الاخر يا اما بنركب سكن يا اما بنركب كفرات. اما العيب الثاني وده المهم بالنسبه ليا واعتقد ان هو مهم لكل الناس، الكاميرات. الكاميرات هنا يا جماعه فعلا مش بالمستوى المطلوب. الكاميرات لحد تصوير الفيديو ده ما كانش ينزل لها اي ابديت يعدلها خالص، وفعلا الكاميرات هنا لا اقل من المنافسين، اقل. وعشان تشوفوا برضو التفاصيل دي بعينيكوا، عشان ما حدش يقول لي انت بتطبل ولا ظلمت سامسونج ولا انت بتطبل لشاومي والاوبو والكلام الغريب اللي هبدا الاقيه في الكومنتات ده، كده كده المقارنه ما بين الثلاث اجهزه نازله بعد الفيديو ده بثلاث ايام، فشوفوها وانتوا احكموا معايا بنفسكوا. الكاميرات هنا فعلا مش حلوه. طيب الزتونه بقى نشتريه ولا لا؟ والله لو انت فان سامسونج وعايز تجرب تجربه سامسونج الجميله في السوفت وير وتاخد مميزات سامسونج في السوفت وير والمايكات طبعا وجوده السماعات الحلوه، وانت بتتكلم اي مكالمه كده تحس ان الصوت فعلا نظيف، حتى الطرف الثاني سامعك بشكل كويس، فالتليفون هيكون مناسب بالنسبه لك. اما لو انت مش فارق معاك اسم سامسونج اصلا وعايز تشتري جهاز كويس، اعتقد ان هيكون في منافسين افضل من الاي 7 2018، وده رأيي. انا كنت كاتب في السكريبت رأي حيادي، ولكن ما قدرتش ان انا يعني اغشكم او اقول لكم حاجة انا مش حاسسها. طبيعي ان انا لازم اقول الحاجة اللي انا حسيتها مع الجهاز. لا، في منافسين افضل منه؟ في منافسين افضل منه. السبب الوحيد اللي هيخليك تروح تشتريه هو ان انت عايز تجرب واجهة سامسونج اللي بقت فعلا ممتازة جدا 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 حتى على الاجهزة المتوسطة. ده كان رأيي، اتمنى ان انتوا تتفهموه، وما تنسوناش من اللايك والشير عشان الفيديو ده يقدر يوصل لأكبر قدر ويكبر عدد، ونستمر دايما في الحيادية. وما تنسوش طبعا المسابقة اللي احنا قلنا عليها في بداية الفيديو على المي باند 3 بتاعة شاومي اللي هيفوز بيها واحد من متابعين القناة. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.